ما معنى اسم سمير؟ اسم سمير من الأسماء الجميلة المستحبة التي تعني السمر أو الصحبة، ودائما نجد أن اسم سمير يدل على الحديث الجميل ليلا أو التسامر ليلا، والاسم يدل على أن صاحبه يمتلك محبة المحيطين به، وهو إنسان طموح ذا مقام عالٍ. يكون الشخص الذي يحمل اسم سمير قوي الشخصية، قوي ومقدام وشجاع، يكون محبا لخوض المغامرة والقيام برحلات السفر لعشقه للمغامرة والمخاطرة. يقدس الشخص الذي يحمل اسم سمير زوجته وحياتهم مع بعض، ويكون نموذجا للزوج الحنون الرومانسي الذي يغمرها بحبه وعطفه. يكون مطيعا لوالديه، بار بهما، سمير الضعفاء، وحنين على المساكين. سمير بالأخلاق النبيلة، يتصف بالصفات الحميدة مثل الصدق. اسم سمير من الأسماء التي قام علماء النفس بتحليل شخصيتها، وجدوا أن شخصية اسم سمير تدل على القوة والنزاهة. فصاحب الاسم شخص اجتماعي جدا، يحب تعدد الصداقات، إنسان طيب القلب، حنون وعطوف على الآخرين، كما تدل شخصيته على أنه إنسان جاد قليل الهزار، لا يحب الضوضاء ولا يحب الفوضى، يحرص دائما على النظام وترتيب الأشياء حوله. هو اسم متميز ولا يرمز إلى شيء قبيح أو مذموم، كما أنه لا يدل على شرك أو كفر، بل أنه يدل على العزة. وبما أن الدين لا ينهى إلا على ما يكون فيه ضرر للإنسان أو ما يرمز لإساءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يحرم الإسلام هذا الاسم، وهو اسم سمير، جائز عند جميع علماء الفقه، ويفضله عدد من الآباء تسمية أبنائهم باسم سمير، لأنه مميز وسهل، ويدل على إنسان رفيع القدر، ويدل على العزة والشموخ. كما أنه من الممكن أن نسمي أولادنا اسم سمير، إنه اسم إن دل فهو يعني الخير.